طب لو جينا نتكلم عن ملف تاني وهو ملف العقارات اللي بتنهار الفترة الأخيرة الحقيقة، دور المركز إيه في العقارات المنهارة؟ بصي حضرتك، طبقا لتوجيهات معالي وزير الاسكان، احنا اي عقار بينهار بننزل له لجنه في نفس اليوم بتروح تبص عليه وبتعينه وبتشوف اسباب احتمالات انهياره ايه، وبنبعت للمعالي الوزير التقرير ان العقار ده احتمالات، ان انا بعد ما بينهار العقار انا بشوف شيء حاجه، انا بشوف شويه ركاب بالظبط. فاحنا بنبقى بنحاول نجيب من المعلومات ومن اللوح اذا كانت موجوده ومن الوضع اللي احنا شايفينه العقار ده انهار ليه وطريقه انهياره، هل انهار بميل ولا انهار في مكانه ولا بتاع، بنحاول بقدر الامكان نطلع اسباب انهياره ايه. الفتره الاخيره مش عايز اقول حاجه، في 3 اشهر دول حصل انهيارات في كذا، في اسكندريه احنا وفي عملنا البحيره حصر البرنامج عندنا حقيقي في محافظات كتير وفي القاهره وبتاع. احنا عندنا مشكله زي ما حضرتك قلت لك، ان احنا في الفترات الماضيه في بعض العقارات اتبنت بعشوائيه غير طبيعيه، وللاسف العشوائيه دي اثرت على السلامه الانشائيه بتاعتها، واتبنت مش مطابقه لاي كودات، واتبنت بالمخالفه للقانون، ومعظمها واخده ازالات، ومعظمها واخده فيها مشاكل تعليه، وفيها مشاكل ادواج، وفيها مشاكل تنظيم، انها بقى بره خطوط التنظيم، يعني هناك مشاكل عديده اتبنت بيها العقارات دي، والعقارات دي فضلت مستمره فتره طويله. طبعا ما بيحصل ان في سوء استخدام او قله صيانه، او احد من السكان يكسر حيطه او يلعب في عنصر انشائي ولا بتاع، بيحصل هذا الانهيار. احنا دلوقتي خدنا يعني اتجاه في المركز ان احنا بنعمل دليل للتعامل مع المباني القابلة للسقوط، وبنعمل الدليل ده بحيث ان احنا عايزين نوزعه على الجامعات كلها والمركز البحثيه كلها. فعلي فندم فعلا لسه احنا شغالين فيه، يعني شغالين فيه بالفعل دلوقتي، ان احنا هنطلع المساكن الاكثر خطوره، ثم المتوسط الخطوره، ثم القليل الخطوره، بحيث ان احنا نقول للدوله البيت ده فيه مشكله خلي بالك منه، المالك حتى بتاعه لو كان المواطن ما بلغش، حتى غير المواطن ما بلغش، فده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. فعايزين نعمله دلوقتي بحيث واحنا بنطلع دليل بكده. بس هي يعني حضرتك دلوقتي عشان بس المشاهد يفهم اكتر، في لجنه هتطلع لا بتقيم. لجنه هتعمل الدليل. اوكي. بعد اللجنه ما تعمل الدليل هيروح لمعالي وزير الاسكان بحيث يبقى طريقه التفعيل نتفق عليها، بيطلع قرار من عنده بصدور هذا الدليل. طريقه التعامل بالدليل ده او طريقه ان انا احطه على الارض الواقع ازاي؟ احنا فكرنا ان احنا كل محافظه فيها جامعه. انا كمركز ما اقدرش اعدي على مباني مصر كلها. طبعا. فاحنا في كل محافظه فيها جامعه، وعندهم وحده خاصه، وعندهم اساتذه، وعندهم مهندسين، وعندهم، فكل محافظه هتاخد الدليل ده وتعدي على البيوت، كل جامعه هتاخد الدليل ده وتعدي على البيوت اللي في المحافظه عندها، بحيث تعمل حصر لوضع الانشائي للبيوت دي. فبيحس يبقى في اليه تنفيذ للدليل، بحيث انت تحاول تعمل حصر بالظبط للموضوع بالظبط، ويبقى في اليه تنفيذ، ان انت النهارده هتبقى عارف ان البيت الفلاني اللي في الشارع الفلاني وضعه الانشائي كذا. انت ما عندكش حصر للآلية، انت ما عندكش حصر للمباني، لان انت حابب تتكلمي على جمهورية مصر. بس هي فندم هي الخطوه في حد ذاتها، الخطوه مهمه جدا. والله بص حضرتك، يعني اما لقينا حصل في الفتره الاخيره دي كده، بنفكر بقى في اساليب نتعامل مع الموضوع، اساليب جديده بالظبط تخدم المواطن، وفي نفس الوقت على آلية تنفيذ تتعامل معاها. ما انا النهارده لو طلعت الدليل مش عارف انفذه، ايه لازمته؟ طب ففكرنا ان الجامعات بقى تشارك معانا في تطبيق هذا الدليل، بحيث يبقى في لجان تطلع في المحافظه بتاعتها، يعني نتكلم على مثلا محافظه اسيوط في جامعه اسيوط، محافظه اسكندريه في جامعه اسكندريه، فالدليل ده ياخدوه في الجامعه عندهم، ويبتدوا يتعاملوا ازاي يحصروا هذه المباني ويقيموها، ويدوا انذار مبكر للحي او المحافظه او صانع القرار ان انت عندك مشكله في الحته الفلانيه. طب لو جينا نتكلم عن بند مهم جدا هو ارتفاع اسعار مواد البناء، دور المركز هنا ايه في ارتفاع اسعار مواد البناء؟ بص يا فندم، هو العالم كله ارتفع، مش طبعا احنا بس. حصل تضخم، تضخم عالمي بعد حرب، بعد الحرب دي وبتاع، حصل تضخم عالمي.